مثلا في الكمين اللي صار نهار 23 أكتوبر في بن عون في سيدي بوزيد اللي استهدف الحرس الوطني، في الكمين هذا المعطيات الموجودة انه اعوان الحرس الوطني كي تلقاو المعلومة انه الدار الفلانية في بن عون فيها ارهابيين وكي توجهوا لها، وفات اول حاجة الدار ما فيها حتى حد، وكان كمين محضر دو فاسون انتيسيباتيف، وكانوا مسلحين متمركزين على جناب، وكانوا محضرين تير كروازي باش يستهدفوا اعوان الحرس. هذه منشيره. منشيره اخرى المعطيات اللي عندي وفق المصادر الامنيه صلب وزاره الداخليه اللي مدوني بها، انه تم تعطيل اجهزه الاتصال التابعه للحرس الوطني على ريون تاع 1 كيلومتر. لو كان نرجع انا مثلا هوني التسريب نشرته بتاريخ 23 سبتمبر. تسريب هو عباره على شريط صوتي نتاع محادثه صارت بين زوز ارهابيين، واحد تونسي واحد اجنبي. وزاره الداخليه نهار 28 اوت نشرت في ندوه عملتها في وزاره الداخليه، نشرت مقتطف من الشريط هذا عباره على دقيقه ونيف. انا نشرت الشريط كامل اللي هو يفوت ال 40 دقيقه. في الشريط هذا يحكيوا الارهابيين على طريقة التشويش على الاتصالات الخاصة بالوحدات الأمنية، ويحكيوا على أجهزة، على أجهزة سموها سيناو. الأجهزة هذه أبرامون استعملوها المقاتلين في تنظيم القاعدة في العراق، وداير الارهابي الأجنبي هذا حسب المعطيات اللي بحوزتي تري بروبابلومون موجود صلب دولة العراق والشام الإسلامية اللي هي إكس تنظيم القاعدة في العراق. دونك السيد هذا الاجنبي يقري في التونسي يقول له فوالا عندنا اجهزه هذه سيناو تنجم تشوش على الاتصالات الخاصه بالوحدات الامنيه على ريون تاع 1 كيلومتر. قال له كان تحبوا ابعثوا لنا من عندكم ارهابيين معناها وكل تندربوهم ونرجوهم معناها في الحكايه هذه. انا نستغرب انه تسريب من النوع هذا كي نشرته نهار 23 سبتمبر ما صارش تحليل ليه بطريقة استباقية. راهو التسريب هذا يحكي على كمائن، يحكي اكسبليسيتمون على كمائن، ويحكي كيفاش يتم استدراج الوحدات الأمنية، ويحكي على تسميم شبكة الاستعلامات، تسميم المصادر الميدانية بمعلومات مغلوطة. نفس الطريقة معناها الميدانية ونفس الطريقة التقنية اللي صار بها كمين بن عون. أنا هوني نتساءل فيني العقول المخابراتية ولا العقول الاستعلاماتية الموجودة في تونس اللي ما حلتش المعطيات هذه بطريقة استباقية، واللي ما نبهتش معناها الوحدات الأمنية كل انه كي تجيكم معلومات راه حطوا في بالكم تنجم تكون معلومات مسمومة، تنجم تكون معلومات الاستدراج، وعلاش ما تاخذوش الاحتياطات باش ما يصيرش التشويش على الأجهزة الخاصة بالوحدات الأمنية. معناها نتصور تقنيا ساهل ياسر معناها الاجتناب هذا. هوني نفقد في تونس حاليا وكالة أمن قومي اللي هي مطلب منشود توا. وكالة أمن قومي تقوم بتجميع المعطيات من الأجهزة الأمنية كل، وتقوم بتحليلها، وتقوم بعملية استباقية. احنا عندنا توا في تونس نفس المعطيات اللي أدت في الولايات المتحدة الأمريكية ال 11 سبتمبر. عندنا أجهزة أمنية متناثرة متنافرة بيناتها. كي نقول متنافرة لو معناها انت قلت متنافرة وفسرت على الحكاية هذه.